صباح الخير بنات، اليوم نصور لكم شنو كنا ناكل في نهار كامل. لا فيديو اللي كنت درت لكم عجبتكم بزاف، دونك قلت نصايب لكم واحده اخرى. كما العاده فقت درت واحد شويه النعناع والسيترون في الماء باش نشرب. جيسي دافاري كل مره شنو كندير فيه، اي واحد شويه غادي نديكم معايا باش نصاوبوا اول غربة اللي هو فطور غدا. المهم فوالا، البارح درت كي دو كول يوم مدقدقة جي بوزوان، كنحس ان مون كور ا بوزوان دو بلان دينيرجي. فوالا اون سو غوتروف فاش نجي نطيب. جيت نصايب فطور وغنصايب اومليت. درت 5 غرام ديال الزبدة، جوج بيضات، اي بي درت هاد لي زيبيس كوري مدغاس، لي سون ان بو فور شوية حارين، مي تقدروا ديروا الكمون اي حاجة. مو سي جوست بوغ شونجي من الكمون، حيت جينيرالمون كندير الاومليت بالكمون. دونك فوالا فوالا، طابو لي زو ديالي غادي نوريكم باش اكومبانيتهم. هنا قطعت كيويا جوست بوغ ان كوتي سكري في الاخر كوم ان ديسير، اي خديت دو طونس دو بان كنستعمل بوغ لي تيست. هاد الخبز ديال جاكي بافي او غرين، انا فهاد لي طونس كيعجبوني جينيرالمون. الخبز اون جينيرال كيعجبني الخبز اللي فيه زرارع، وهذا هو اللي لقيت احسن واحد في نيفو كومبوزيسيون في لي طوس ديال الزرارع، ما في لي كالوري سو لو موان كالوريك. دونك جينيرالمون هذا هو اللي كناخذ في الفطور، كيجي مع السكري كيجي مع الصالي. دونك هذا هو اللي كنستعمل. اي وحده درت فيها واحد ميم با ربع افوكا معسو هنا مزيان، ودرت فيه شويه ديال المليحه، ما درت لا زيت لا والو. اي لوتر درت فيه بينات باتر، درت فيه معلقه صغيره تقريبا 15 غرام، كنستعمل هذا. اي معلقه صغيره ديال الكونفيتور ديال الفريز. لي زو ديالي في الجنب. الفطور جا صراحه ما جاش كالوريك بزاف، دونك جو بونس كو جو فير اون كولاسيون فيغ 16 اللي كيبانش ليكم مزيان، ما غنخليكم لي ديتاي. جات فيه 500 وشي حاجه، دونك جو بونس ندير اون كولاسيون في لابخي ميدي، اي غنوريكم شنو كندير باش كنبغي ندير شي غوتي هكا ان بتي غوتي في العشيه. دونك فوالا، انا غادي نمشي نفطر اي بي اون سو روتروف في بروشان غوبا. غادي نصايب ان بتي غوتي قرب يبدا الماتش، اليوم الماتش ديال المغرب ومصر. درت هنا اون بانان كونجولي، جينيرالمون فاش كيبقى كيكون بقى عندي البانان وقرب يخسر كنقسمو على جوج وكنكونجلي، كندير به دي سموسي. اي لا درت اون بانان كونجلي تقريبا فيها 60 غرام، وغادي نستعمل معاها دي فريز كونجلي. دونك كنستعمل هادو ديال اوشون، كيتباعو حتى في ليدل كيتباعو باغتو. دونك فوالا، غادي نستعمل واحد الي 1 2 3 4 5، غادي نشوف شحال فيهم. فيهم واحد 60 غرام تقريبا. انزل عليهم اي ياغورت، انا عندي هذا ديال فرومبوس، تقدروا تزيدوا اي ياغورت عندكم، حتى الا كان عندكم ياغورت طبيعي تقدروا تزيدوه. دونك عندي زيد هذا ديال فرومبوس، هذي شوية الحليب، تقدروا تزيدوا فيه الحليب الا بغيتو، ولا تزيدوا فيه شوية د الما بوغ لاليجي اوسي بوكوا با. غادي نزيد فيه واحد القطيرة ديال الفاني هكا، اي غادي تحط ما ندير فيه لاسكر ولا تقدروا نتوما تزيدوا تحليوه بالعسل. انا جو بونس با غادي نطحنو اي بي فوالا. واحد 50 ملل ديال لو لي فيجيتال، هذا فيه وقرا ميلونج دو ري نو كوكو صوجا اي تو، مي تقدروا ديروا حليب عادي. انا هذا عندي في الثلاجه وقرب يسالي، دونك استعملتو. ما كنتش ندير في الاولى حيت فكرت غادي يضيع سي فرصه. فوالا جا خفيف شويه حتى زدت فيه الحليب، مي لا بغيتو خاسر بلا ما نزيدو لا حليب لا والو. انا زدت فيه السكر اصلا دارو الحلو، اي كافي. دونك هذا فيه تقريبا 131، وي فيه 131 كالوري، يعني سي ريان. فوالا بوغ مون كوتي امشي نتفرج في الماتش. بون غادي نصايب العشاء، راكم تفرجتو عرفتو بلي المغرب خسر. غادي ندير شي حاجه خفيفه، ما قدرتش ناكل شي حاجه ثقيله، دونك غنصايب ان ساندويتش مع غنصايب في الوراق ديال الخس باش نديرو في الخبز وداك الشيء. ما عرفتش علاش مي بزود عليا الشيء اليوم، ما عرفتش. المهم دونك كناخد جوج وراق ديال الخس كبار، انا كنستعمل فاش كنبغي ندير ان ساندويتش بالخس كنستعمل هاد ليتو ديال اللي سميتها ايسبرغ.
الناس تقدروا تاخذوا اي ورق اللي خصني يكونوا كبار كما يجمع لكم فيهم داكشي مزيان ديال الجوج بحال هكذا اي يمكن لكم تعوضوا هذا بالخبز اصلا ما حيتش حسبت كاع لي زانغريديون غيشطوا لي 300 كالوري تقريبا دونك سي كنت درت في الخبز avec une portion de frites et une petite portion de frites on dit bah il même film maintenant qui m'a dit comme le maras m'a pas comme les calories j'ai donc voilà هنا درت الخس اي غادي نزيد دو ترونش ديال هذا الفرماج كنستعمل هذا il est bien fait les apports en protéines donc on se met هذا لا درت الفرماج واخا ما كملتش لي كالوري ديالي ولكن كملت شحال خاصني ناكل ديال البروتين j'essaie de faire attention à ça quand même et radin dire classe de l'étrange normalement qu'un dire rouge mais bichon comme une portion de protéines lui on a radin dire classe هذا هو اكثر واحد كنلقاه في الغيون حلال لي بروتين كي طالعين دونك فوالا غادي ندير 3 ترونش من هاد جامبون دو دانت جو بريفير لو فيمي مي ما لقيتش هاد المره et bien sûr que j'ai été dans celui de l'arrière celui de la dérisio coupé en lamelles et 3 tranches de tomates de gyro et légumes liquides pour et pour la sauce lundi à l'arrière استعملت هذه الطحينه لا بيغي دو سيزام كنستعمل هذه من عند كنشريها من عند الكزار سميتها القناطر دونك فوالا استعملت منها تقريبا واحد المعلقه صغيره وخلطتها بشويه د البزار شويه د الملحه اي لا بودغ دو داي هاد لاصوص ديجا بارطاجيتها معاكم في اون سالاد في انستغرام مي صافي ان مومون فوالا اي ابري غادي نجي وغادي نحاول نروليه مزيان بحال هكدا كيجي بحال شي طورتيا غادي نجيب موس غادي نقسمو باش نوريكم كيجي من الداخل مي فوالا هذا هو العشاء ديالي فوالا سميتو كيما قلتلكم تقدرو ديروه في الخبز فوالا كيجي تقدروا في الافوكا ديروا في ليبغي تو كوم ليغوم انا هذا هو العشاء ديالي بوتيت لي لا جاني شي شي كرا غادي نزيد شي ياغورت مي با بلوس فريمون كنحس براسي ما عنديش شي اي فاش كيكون فيا شي جوع كنحاول ما نفورسيش بزاف على راسي فوالا غنتمنى تكون عجبتكم لا فيديو قولوا لي واش تبغيو نزيد لكم بزاف من هذا النوع اي غنقول لكم تهلاو في راسكم بزاف نتلاقاو في لا فيديو جايه باي باي